اوكي النهارده نبتدي ناخد يعني دراستنا النهارده تكون حاجه عمليه اكتر. هنشوف مع بعض اولا ايه نقط هنمشي عليها، ازاي انا اعرف افسر الكتاب او هشتغل ازاي على النص بعد ما اتعلمت القواعد وتعلمت اجيب الخلفيه التاريخيه، اتعلمت اشوف اللغه واشوف الكونتكست بيقول ايه والايات الشبيهه الموجوده في القرينه الغير مباشره، وبديت جمعت الايتمز اللي انا هشتغل بيها، ازاي بقى احضر وازاي ادرس النص. فهنسميها كده خطوات عمليه لمتابعه تفسير نص. المرحله الاولانيه خليني اقرا النص بتاني، واقرا مش بس المقطع اللي انا بفسره لكن اقرا النص كله اللي قبليه واللي بعديه عشان ابقى فاهم الجزء ده جه فين في سياق الحديث. زي بالظبط النص اللي احنا عملناه المره اللي فاتت بتاع حزقيال 16، في آية مشهورة اتوعظ بيها كتير اللي هي مررت بك وإذا زمنك زمن الحب، وكان بيحكي على دايما الوعظ بيحكي على الإنسان وهو تعبان وهو بعيد عن المسيح، لكن الرب ده جه معاه جاله في زمن محبة وافتقده وقومه وخلاه بقى حد كويس ووهبه الخلاص وغفر خطيته ونظفه وريحه وشفاه. مبدئيا ما عنديش مشكلة في التطبيق، لكن عندي مشكلة في التفسير. من تفسير لأن النص ما بيتكلمش عن كده خالص، النص بيتكلم تفسيره بيتكلم على مدينة أورشليم، وطبعا مدينة مش بقصد بيها الحيطان والشوارع لكن بقصد بيها المدينة بمن فيها من سكان، وإن هي دي طبعا المدينة اللي بتسمى مدينة الملك. وشفنا إنه إزاي بيكلم المدينة بيقول لها أنت كان قصدك إيه؟ كان ظروفك إيه؟ وأنا عملت فيك إيه؟ وبعد ما نظفتك وكملتك رحتي خنتيني. فيبتدي من بعد الجزء اللي إحنا قدمناه بيبتدي لغايه بقيه الاصحاح بيتكلم كلام صعب قوي ضد اورشليم. هنا بقول ان النص محتاج يتقرا في سياقه عشان افهم انه الكلام ده مش بيتكلم فيه عن النفس البشريه او على الانسان الخاطئ. انا خدت فكره واحده او الواعظ اخد ايه واحده وخرج بيها وعمل بيها واعظ حلو. بقول انه كلامه لطيف كويس بس التفسير غلط. عشان كده لازم نقرا النص في قراءه متنيه في السياق بتاعه. النقطة الثانية أبعد عن أي افتراضات مسبقة أو أي استنتاجات أنا عايز أحطها، خلي النص هو اللي طلع مش أنا اللي أحضره. بستخدم كل قواعد التفسير في نفس الوقت أو في نفس المنظومة، يعني ما ينفعش بس أشتغل تاريخي وما ينفعش بس أشتغل تفسير اللغوي أو الحرفي، ولا ينفع كمان بس أشتغل بالكونتكست، لازم ثلاثة يكونوا موجودين مع بعض. بحاول بقدر الإمكان أبعد عن أي مجازية أو إن أنا أقول حاجة النص مش بيقولها. برضو بكرر لما يكون النص فيه تشبيهات مجازية ساعتها أنا هفهم إيه اللي بيقوله المجاز. زي ما بقولها مثلا بسطت ذيلي عليك. في الحالة دي لو أنا فسرت حرفي هل الراجل كان عنده ديل وغطى بيها؟ طبعا ده مش تفسير، ده يبقى حتى خارج عن المنطق. لما هنا بيسألها العبارة دي ليها معنى مجازي هو ستر أو التغطية كأنه الرجل بيستر هذه المرأة إنه بيدخل معاها في عهد زواج. ففهمت المعنى، عشان كده بقول لو النص فيه صورة مجازية أو صورة جمالية أنا بفهم هو بيقصد إيه، أو حاجة اللي بنسميها الإيديوم أو اللي هو قول شائع في الوقت ده أو طريقة تعبير معينة أو أمثال معينة في بعض المجتمعات، هو دي النقطة اللي بتفهمني هو بيقول إيه. خمسة، ما نتسرعش ونطبق قبل ما نفسر. زي الوعظة اللي بياخد آية وبيوعظ بيها قبل ما يفسر صح. فالتطبيق دايماً بيخلي المفسر يتلخبط، أو بيخلي الشخص اللي بيحاول يفسر يتلخبط. ليه؟ هو عايز يلاقي آية حلوة يعمل عليها وعظة. وهي دي بقى الصراع اللي دايما بيدور في ذهن الاشخاص اللي بيقروا الكتاب او اللي الخدام اللي بيقروا الكتاب، هو عايز يلاقي ايه جذابه يعمل عليها وعظه تاكل عقل الناس او يعني تصيب الهدف. مش بقول حاجه وحشه على الشخص لكن بقول هنا انا مش بفسر الحقيقه، هنا انا بعدت عن التفسير، عشان كده مش هتسرع اطبق الا بعد ما اخلص التفسير خالص واطمن ان انا مفسر صح، بعد كده ابتدي اطبق الكلام. ستة، اتفضل يا معنى كده يا باسم ان احنا لما نكون مثلا
بنوعظ او بندي درس كتاب، نعم، بيبقى فيه المعنى المباشر اللي احنا بنتكلم عنه، نعم، وكل الكتاب صالح للتعليم وللتوبيخ في كل الاوقات وفي كل الاجيال. نعم. لو مثلا على سبيل المثال بولس الرسول كان بيناقش قضية معينة في كنيسة معينة وقت كتابة الرسالة، لكن هذا الكلام ينطبق في المستقبل بمعنى روحي على حالة روحية لينا أو للكنيسة أو كده، أو التفسير المباشر لرسائل سفر الرؤية والتفسير التطبيقي أو المعنوي ليه، هل ده غلط؟ لا لا لا، أبعد على نفسي. لا لا، التطبيق مش غلط، بس أنا بقصد بتعمل حاجة قبل حاجة، بتعمل تطبيق قبل التفسير، فبيشوش على حياديتك في التفسير. أدي مثال، مثلا بولس في كورنثوس كان في عنده مشكلة الزنا، وكان في عنده مشكلة إنه النازي جاي من مجتمعات فيها الإباحية الجنسية. هو اتكلم عن قضية الزنا، واتكلم عن إنه الجسد للرب والرب للجسد. أوكي؟ وراح خد الفكرة دي بعد شوية في كورنثوس الثانية، هيطبقها بشكل غريب جدا، بشكل جميل قوي، فيقول لأني أخاف لأني أغار عليكم غيرة الرب، لأني خطبتكم لأقدم المسيح، خطبتكم لرجل واحد لأقدم المسيح عذراء عفيفة. هو نفسه استخدم فكرة العلاقات الخارج نطاق الزواج عشان يدي صورة العذراء العفيفة المخطوبة بدون ما يكون لها علاقات أخرى، مخطوبة لرجل، ورجل ده هو الرب يسوع المسيح، عشان كده تحفظ نفسها بعيدا عن هذه العلاقات. أو لو أنت مثلا بتفسر نص حزقيا 16 اللي كنا بندرسه، أنت بتفسر الأول بشكل حيادي جدا وموضوعي جدا، بعدين ممكن تطبق في آخر تقول إنه إيه الدروس المستفادة؟ إنه ممكن يكون الرب فات عليا وأنا حالتي وحشة، أنا وأنا بعيد عن الرب أنا حالتي زي أورشليم، في الأصل أنا موجود بالخطية وبعيد عن الله، لكن الله مر عليا وحبني وجابني، عشان كده أخلي بالي إني مرجعش تاني وأخون الرب. هنا ده اسمه تطبيق، والتطبيق مش غلط أبدا، يعني بالعكس، هو التطبيق في النهاية هو اللي احنا محتاجينه بعد ما نفسر صح علشان الناس حياتها تتغير. وأنا مش بفسر بس عشان أبقى ثيوريتيكلي أنا فسرت وخلصت المهمة، لا، في جانب تطبيقي، ده شيء مهم، هو ازاي الكلام الحلو ده يخش جوه الحياه او نطبقه جوه الحياه. فممكن مثلا انت هتقول الكلام ده، ممكن انا اقول حاجه تانية، بقول انه في خطوره شديده جدا على كل شخص دخل وداء محبه الرب ان الشخص ده يخون الرب، وان الشخص ده يعمل حاجات غلط. اوكي، فبنطبق ده علشان نعلم شعبنا ونوجه الشعب ونقول له ازاي تسلك في الحياه بصورة صحيحة مع الرب. فالتطبيق دي مهمية، بس قصدي ما تحطوش في الأول لأنه هيلخبط لك التفسير. بنقول النقطة السادسة هي ما تتسرعش في البحث عن معنى في كتاب التفسير بسرعة. معظمنا، وأنا بقول لكم أنا حتى كمان واحد من الناس، أوقات كتيرة باجري بسرعة علشان أشوف التفسير بيقول إيه، كتب التفسير بتقول إيه، فأروح لفلان وأروح لعنان وأطلع معلومات. لو أنا عايز أبتدي شوية أنا اللي أمارس ده، محتاج ما تسرعش إني أدور في كتب التفسير، هرجع لها بعد ما أخلص شغلي عشان أعمل مقارنة، أشوف يا ترى أنا كنت ماشي صح، لو في حاجة غلطت فيها، أو ربما الكاتب يكون قال حاجة الحقيقة مش صح. يعني كاتب الراجل اللي عامل كتاب التفسير أو عامل الكومنتري بتاعه، يمكن هو عنده وجهة نظر في بعض الأوقات بتكون غريبة، يعني أنا شفت كده كتير، فأقدر أقول إنه لا، أنا شايف إن أنا اللي أنا عملته ده صحيح لأني مشيت صح. هو هنا شت بعيد في بعض الناس كده، يعني أنا شفت ده في كتب أجنبية مش عربية. سبعة، وأنا شغال أخلي بالي دايما إنه الله هو مركز النص مش الإنسان، لما بروح للإنسان أنا بحاول أخلي الحاجة تخدم الإنسان، لكن لو سبت إنه فاهم إن الله بيتكلم عن نفسه وبيقول عن نفسه، عشان كده هفضل دايماً محايد، هفضل دايماً أشوف ماذا يقول النص عن الله. دي حاجة مهمة. إيه اللي ممكن أستعين بيه؟ قلنا قبل كده لما نيجي نتكلم على الخلفية التاريخية، عندي مقدمة الأسفار
اللي بتقدم لي كمصدر مهم قوي للخلفيه التاريخيه. لو عندي قاموس بيساعدني عشان افهم اللغات وشوفناه ازاي موجود في البرنامج بتاعنا. لو عندي مصدر تاني بيساعدني في الشواهد الكتابيه شفناها في البرنامج بتاعنا، شفناها في فارس الكتاب المقدس. دي كلها وسائل بتساعدني في المرحله الاولى ان انا ابتدي اجمع داتا، ان انا ابتدي احط نقط وخطوط وحاجات عشان ايه اشتغل بيها بعد كده. المرحله الثانيه هبتدي اخش للنص واسال اسئله واحاول اطلع اجابات زي ما عملنا المره اللي فاتت في الواجب بتاعنا. مين كاتب النص؟ بعض الاسئله اللي هتساعدنا بشكل عام، مين كاتب النص؟ ايه الخلفيه التاريخيه عن الكاتب؟ ليه كتب النص ده؟ ايه اللي كان موجود في الزمن ده وخلفيه تاريخيه للمتلقين الرساله؟ ايه كمان نوع الادب المستخدم؟ يا ترى ده بيكتب بشعر ولا بيكتب بشكل نبوي ولا بيكتب برؤيه ولا بيكتب بسرد تاريخي او وعظ زي مثلا او توجيه زي في رسائل؟ ايه الادب المستخدم؟ اتكتب امتى النص؟ ايه الاحداث اللي كانت موجوده في الزمن ده؟ يعني مثلا لما اشوف انه رسالتين بطرس تقريبا كانوا مكتوبين في وقت نيرون، وانا عارف ان نيرون كان عامل حمله اضطهادات عنيفه جدا ضد المسيحيين، يبقى الزمن ده بيتسم بموجه هياج واضطهادات شديده جدا اكتر من بدايه الكنيسه. بدايه الكنيسه كان فيها ايه؟ كان في مشكله التهود، بدعه التهود. فانا فاهم انه لما كان بولس بيكتب الرساله دي كان في غلاطيا مثلا وبيشير لمجمع اورشليم في الموجود في اعمال 15، يبقى اذا التركيز هنا انه في حاله من الفوضى حوالين بدعه التهود، فالناس كانت بتقاوم البدعه دي. كمان بتعلمني ايه الثقافات اللي كانت موجوده والعادات اللي موجوده في المكان ده. لو اتكلمت مثلا عن حاجات في العهد القديم في حزقيال مثلا، فانا فاهم انه الشعب كان دي المرحلة الثانية من السبي البابلي، لسه في مجموعة باقية وفي مجموعة راحت، في حالة بلبلة وفي سنين من التعديات اللي الشعب عملها وعقاب الله نازل، والشعب متلخبط ما بين انه ازاي احنا عندنا الهيكل وازاي اتسبينا وهو احنا فين وهنرجع تاني ولا مش هنرجع. في حالة من الحاجات دي كلها، كل ده موجود في الخلفية بتاعة مسرح أحداث سفر حزقيال. خمسة، إيه الهدف من النص ده؟ وليه كاتب الكلام ده؟ بحاول أنا أطلع معلومات عشان أشوف يعني الكاتب ليه بيعمل كده؟ إيه الهدف العام من كل السفر؟ من جهة أخرى بعد ما جبت الحاجات دي ببتدي أشوف قضية القرينة، هل القرينة المباشرة للنص بتقول إيه؟ هل القطعة اللي أنا بفسرها واضحة في ضوء القرينة ولا يمكن فيها فكرة غريبة زي النص بتاع حزقيال 16 اللي درسناه مع بعض؟ ايه الافكار الرئيسية اللي جت في الاصحاح ده مثلا؟ طب في عندي قرائن تانية غير مباشرة موجودة في حتة تانية، او يعني في ايات تانية موجودة في اسفار تانية بتخدم دي، ده بيساعدني فيها الفهرس. ايه الكلمات المفتاحية هنا والالفاظ اللي اتكررت كتير؟ مثلا في النص بتاعكم اللي درسناه بتاع حزقيال 16 تلاقي ايه؟ فمررت بك، هتلاقي صيغه الفاعل كتيره قوي، هو بيتكلم صيغه انا الفاعل كتير. بسطت ذيلي عليك ودخلت معك في عهدي فصرت لي ولبستك، مش عارف هو اللي بيعمل ده. طب ايه الحكايه؟ كتير قوي كلمه كنت مدوسه بدمك فقلت لك بدمك عيشي، وغسلتك من دمك، ملحتك بملح وخمطتك تقميطا. كل الحاجات دي الفاظ شويه تخليني افهم الحكايه ايه. في حاجات صعبه، في حاجات صعبه في النص كتير. يعني ايه ابوك اموري وامك حثيه؟ يعني ايه مطروحه على وجهك في الحقل على بكراهه وجهك؟ انه يعني ايه لم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا ولم تقطع سراتك؟ في حاجات كتيره. النص ده من النصوص المليانه قوي من هذه النوعية من الكلمات والمصطلحات اللي شوية محتاجة تتفهم، صعب مش سهل بس محتاجة تتفهم. تعالوا ناخد تطبيق على اللي احنا شفناه دلوقتي من خلال نص هندرسه مع بعض النهاردة، وهو نص رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الثالث.
النص ده موجود عند حضراتكم، نحطه على السايت، بس تعالوا نمشي مع بعض ونشوف انا عملت ايه وكل حته لقيناها في الـ في الـ في الاسئله او التجهيزات اللي كنا بنجهزها هنلاقيها هنا موجوده. بنمشي ازاي ونعمل ازاي مع بعض؟ فمثلا انا قريت النص، كويس، هبعد عن الافتراضات، هحاول استخدم كل الوسائل، كل القواعد بتاعتي، مش هطبق قبل ما افهم كل الكلام، وهشوف ايه الحاجات اللي هتساعدني سواء في اللغه، في الـ في القرينه الغير مباشره، كل التفاصيل دي، وهجاوب الاسئله دي. مين هو الكاتب واتكتبت ليه؟ ايه الخلفيه بتاعت التاريخيه بتاعت المدينه او بتاعت الرساله بتاعت الناس؟ ايه نوع الادب المستخدم؟ امتى كتب النص؟ ايه العادات اللي كانت سائده؟ الثقافات اللي كانت موجوده؟ بيكتب ليه النص ده؟ ايه الهدف منه؟ ايه القريده المباشره وايه الغير مباشره؟ هنشوف ده مع بعض واحنا شغالين في رساله رسول بولس الى اهل كورنثوس. لو بديت اشوف الخلفيه التاريخيه بقول انه خلفيه الرساله بتقول ان كورنثوس مدينه يونانيه، انا هتكلم عن المدينه، مدينه يونانيه عاصمة لمنطقة اسمها أخائية أو إقليم اسمه أخائية، مدينة تجارية وفيها ثقافات متعددة وفيها دينات مختلفة، لكن سادت فيها العبادات الوثنية وبالذات عبادة الفجور. العبادة كانت فيها فجور وانحلال خلقي، دي كانت بتمارس الآلهة ديانة، والخلفية دي كان لها تأثير سلبي طبعا على المؤمنين اللي لسه جايين منها جوه الكنيسة، فاللي منهم لسه متعلق بالكلام ده بالمشاكل الجنسيه، لسه متعلق منهم بالتحسبات والفوارق الطبقيه، ناس اغنياء وناس فقراء. بعض الفلسفات اللي موجوده اتسربت ودخلت معاها مع الناس دي. كورنثوس كانت مستعمره يونانيه تقريبا لمده قرن من الزمن. بولس زارها امتى؟ زارها في رحلته التبشيريه الثانيه واسس هناك الكنيسه. ورحت جايب الشاهد بتاع رحلة بولس إلى كورنثوس موجود في أعمال 18 من آية 1 لآية 18. ده الطريقة اللي احنا بنصيغ بيها التفسير بتاعنا. اوكي؟ بقول لكن لم يمضي وقت طويل، هنا بقى بعالج القضية بتاعة الرسالة. بعد أن ترك بولس كورنثوس وبدأ خدمته في أفسس وصلته أخبار عن مشكلات عديدة نشأت في هذه الكنيسة. يبقى هنا دخلت من إنه خدت خلفية عامة عن المدينة وعن الظروف اللي في المدينة. قلت بولس اسس الكنيسه امتى؟ بعد ما اسس الكنيسه بولس مشي وراح افسس وقامت مشاكل، بداوا يبعتوا له يقولوا له الحق. فراح له ناس من اهل بيت خلوي اللي هيتكلم عنه في الرساله دي، ثم جات له مجموعه ثانيه وفد من الكنيسه عنده تساؤلات، نعمل ايه في قضايا كتيره مش عارفين نحلها. فبدأ بولس يبعت الرسالة دي علشان يعالج ويجاوب التساؤلات، يعالج على الحاجات الخطأ ويجاوب التساؤلات بتاعته. طيب النص بتاعي ده الحقيقة كورنثوس كلها الأولى عبارة عن فقرات، بولس بيعالج في كل فقرة بيعالج قضية، فهلاقيهم ماشي بالتسلسل كده. فالفقرة اللي أنا قريتها دي هي في حد ذاتها كمان ليها مشكلة، ليها خلفية. انا اخترت نص شويه في 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 سفر او في رساله يعتبر كانه ليه خلفيات تاريخيه او يعني سب ديفيجنز جوه الخلفيه التاريخيه. بقى عندي خلفيه تاريخيه لكل نص. النص هنا فكرته انه حصل تحزبات، فبيقول انه نمع الى علم بولس ظهور تحزبات جوه الكنيسه. التحزبات دي بتقول ايه؟ انه في بعض الناس بتقارن ما بين الخدام وبدات تقول انه بولس احسن والناس تقول ابولس احسن، احنا مع ابولس وناس تقول احنا مع بولس، ناس قالت احنا مع بطرس، ناس قالت احنا لا ده ولا ده، احنا مع المسيح. وفي سبيلهم هم بيعملوا الكلام ده بداوا يقيموا بنفس الاسلوب اللي كان موجود في بلدهم وفي ثقافتهم، هو مين هو الشخص اللي بيتكلم احسن، مين هو الخطيب المفوه، مين هو الشخص اللي عنده قدرات اعلى من الثانيه، فبيقيس بحكمه بشريه. عشان كده بولس لما هيبتدي يكتب رساله من قبل ما يخش في المعالجه يعالج الجذور، يقول لهم احنا مش بنكرس بحكمه بشريه، احنا بنكرس بحكمه الهيه مش من هذا العالم، لانه حكمه هذا العالم
صلبت الله، صلبت الرب، صلبت المسيح لما جه. فإحنا بنكرس بالصليب عصرة لليهود وجهالة لليونان. يعني اليونانيين شايفين يتكرس بواحد مصلوب ده جهالة في حد ذاتها، واليهود بيقولك ده تكرس بواحد على الصليب ده لعنة، ما ينفعش، احنا عايزين واحد ما تصلبش. فبقولهم احنا اصلا كرازتنا وخدمتنا مبنية على حاجة العالم الخارجي والحكمة البشرية دي مش بتقبلها. فازاي عايز تطبق الكلام ده جوه كنيستك؟ واخدين بالكم الراجل ذكي ازاي؟ بيقول انه الاساس التقييم بتاعكم والشغل بتاعكم اساسه غلط، يعني اساسه حكمة بشرية. فمن هنا بفهم هو ليه بولس خبط الخبطة دي. ليه بولس هيقول لهم ان انتم مثلا جسديين مش روحيين، بتقيموا بنظرة مختلفة؟ هنا بقى لما دخلت في الخلفية بدت تديني اكتر معلومات على الحكاية دي. سبب وجود التحزبات والانشقاقات يرجع لان هم لم ينموا ايمانيا بالقدر الكافي، فهم لسه بالنسبه له اطفال. عشان كده هيقول لهم انا ما قدرتش اكلمكم كبالغين، كلمتكم كاطفال كمؤمنين جسديين، عشان لسه فيكم تحزبات ولسه فيكم افكار العالم، لسه ما كبرتوش. اوكي، متاثرين لسه بالافكار بتاعت المجتمع، مش بتعرفوا تفهموا يعني ايه تكونوا مقادين بالروح، فاهمين كلمه الله. فيستخدم مره عباره يقول لهم كده، يقول لهم الستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ يبقى لما هيقابلني كلمه انتم جسديين مش روحيين، يبقى انا هبتدي افهم بولس قصده ايه بالعباره دي. يعني ايه مؤمن جسدي؟ يعني مؤمن لسه بيسلك بحسب البشر، حسب معايير العالم، جسده بيتحكم فيه مش تحت قياده الروح. شايفين هنا بديت ألم خيوط وألم معلومات بتجهزني إلى لما أدخل إلى النص. واعتبر أنه لما بيمجدوا قادة روحيين أو يفضلوا واحد على واحد، ده نوع من التحسبات، نوع من الانشقاقات، بيشير أنه الناس دي لسه لم تنمو ولم تنضج بالقدر الكافي. إزاي بولس عالج المشكلة؟ كل الكلام ده احنا هنا لسه في تجهيزاتي لاني افسر النص. لما قريت لقيت ان بولس بيبتدي بانه بيواجه الانقسامات بانه يهدم الاساس اللي بنوا عليه الفكره دي، وهو الحكم البشري. عشان كده الاصحاح الاول والثاني في رساله كورنثوس بيعتبروا الانتيدوت او المضاد الحيوي اللي بولس هيديه في الاول علشان يحط اساس نظيف هيكمل عليه كل اجزاء الرساله. وده طريقه بولس، بيحط في الاول فكره مركزيه اللي بيشتغل عليها، بيقول لهم انا ده اساسي، مش الاساس بتاعكم، اساسي هو حكمه الله وهو الامور اللي بالروح القدس، الامور اللي من عند الله، مش امور الافكار الجسديه ولا الحكمه البشريه. ومن هنا هيبتدي يتعامل مع كل قضية. فده التكتيك اللي في الذهن. طبعا انا عارف ان انت كلكم دلوقتي بتقول طب وانا هعرف الحاجات دي كلها ازاي؟ نقول واحدة واحدة. كل ما هنشتغل اكتر في التفسير، كل ما بنشوف نكتسب خبرة، كل ما هنفهم ده، وكل ما ابني، هتلاقي بدأ يبقى عندك معلومات كافية في كل رسالة او في كل سفر. احنا لسه بنبتدي from scratch، فعشان كده حتى لو الكلام ده شويه حاسه overwhelming، ما تشغلوش بالكم بيه خالص. انا بدي نموذج ايديال قوي ازاي هنشتغل. فممكن تحقق 50% 60% 70% منه، مش مشكله، لكن واحده واحده هتوصل لتحقق احسن منه. فهمنا كده انه ازاي بولس، عشان كده بقول انه ما نقراش بس النص، بقرا اللي قبليه واللي بعديه، ويا ريت اقرا كل السفر. ده بيديني زي احساس كامل بالبيئه والجو اللي اتكتبت فيها الرساله. زي ما قلت لحضراتكم انه بيبتدي من هنا يقول انه في فرق كبير بين اني اتكلم بحكمه انسانيه او حكمه بشريه اللي هي بالنسبه لله جهاله، وانا اتكلم بالحكمه الالهيه اللي العالم شايفها جهاله. ويبتدي يقارن ده في الاصحاح الثاني بشكل كبير.
ومن هنا هيقول انه فكرة تقييم الخدام من بالنظر الى فصاحتهم او قدراتهم دي فكرة جسدية، لكن ما تحكمش فيهم، احكم اللي يحكم فيهم هو صاحب الخدمة هو الرب. بيقول انه الحياة المسيحية الاساس بتاعها شيء واحد، لا هو بولس ولا هو ابولس، هو المسيح. بعد كده بيجي دور الخدام، ويجي دور المؤمن انه يبني في حياته، بس بتبني على هذا الاساس. لو ما عندكش هذا الاساس يبقى الموضوع كله فاشل. لكن في ناس بتبني، ففي ناس بتبني بنى قوي وسليم، وفي ناس بتبني بنى هش، بيبني بالخشب والقش والعشب. وفي يوم الكلام ده هيفحص، بيسميه أمام كرسي المسيح، الناس كلها هتظهر، وهينال المؤمن اللي بنى بنا صحيح هينال مكافئته، وأما اللي بنى بنا أي كلام هيخجل أمام هذا الكرسي. كده أنا جهزت المرحلة الثانية اللي هي جاوبت على الأفكار الخلفية، إيه اللي بيقولوا الناس دي، كان إيه مشكلتها، هو بيعالج المشكلة إزاي. عملت أبروتش واسع كده، وحطيت المنظومة اللي موجودة حوالين النص، وبولس ماشي تكتيك ازاي بيقول ايه، وهنبتدي بعد كده نخش واحدة واحدة في النص. طبعا في هنا كلمات مفتاحية في النص بتاعي ده دورت عليها، زي كلمة مؤمن جسدي، ان لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال. ليه بيقول الكلام ده؟ ايه فكرة مؤمن جسدي؟ جبتها من نفس النص، فعرفت اشوف زي ما بيقول الكتاب قارنين الروحيات بالروحيات، فشفت انه لما اتكلم عن المؤمن الجسدي اتكلم على انه مؤمن بيتحكم في الجسد، بيتحكم في معايير العالم، مش مقاد بالروح وبكلمة الله. اوكي تمام كده، ننقل المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة ببتدي اتابع النص آية آية. بعد ما قريته كويس، شفته في طوق القرينة بتاعته، بديت أجمع معلومات، شوف الخلفيات وكل الكلام ده حلو، أبتدي أتابع النص آية آية وأسأل أسئلة منطقية على النص. هجاوب عن هذه الأسئلة من النص نفسه، وأنا بستخدم القرينة المباشرة والغير مباشرة، بستخدم معاني الكلمات، بستخدم الخلفية اللي حضرتها. الإجابات دي هي المادة، هي الجسم بتاع التفسير اللي أنا بقدمه. تعالوا نشوف مع بعض انا عملت ايه. خدت اول ايه، تحبوا الاول نبص على النص مع بعض كده ونقراه سريعا؟ وانا ايها الاخوه لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين. يبقى هنا اول حاجه هسال عليها، ايه الفرق بين الروحيين والجسديين مثلا؟ ده سؤال لازم يكون موجود عندي. وبعدين يقول لهم كأطفال في المسيح، ايه حكاية أطفال في المسيح دي؟ يبقى واضح ان بولس بيقول انه المؤمن الجسدي طفل. يعني ايه طفل في المسيح؟ يعني شخص لسه ما بلغش النضوج. ده السؤال، والسؤال اللي راح مطلع اجابة من نفس النص. هو بيكلم مين؟ اولا هو بيكلم اخوة، يعني المؤمنين جوه الكنيسة، مش بيكلم أي حد ثاني. وأنا بولس أيها الإخوة اللي هم مؤمنين كورنثوس لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين. يبقى هنا في تو ليفلز، مؤمن روحي ومؤمن جسدي، بس أنا مش فاهمهم قوي. بعدها على طول يقول إيه؟ كأطفال في المسيح. يبقى إذن المؤمن الجسدي ده شخص لسه مش ناضج. هتقولي ما يمكن يكونوا فعلا لسه جايين اول امبارح او ثلاث ايام او حاجه بسيطه، لسه ما عرفوش حاجه. اقول لك الخلفيه التاريخيه هتقول لك انه قعد في كورنثوس حوالي 18 شهر، واسس الكنيسه وقوم كنيسه كبيره وحط فيها ناس وقاده، وبعد ما اطمن عليهم سابهم ومشي. يبقى اذا الناس دي مش صغيرين في الفتره، لكن لم يتبعوا اسلوب صحيح فلم ينضجوا.
وبعدين يروح قايل هنا سقيتم لبنا لا طعاما لأنكم بعد لا تستطيعون، بل إلى الآن لا تستطيعون. يبقى أنا فهمت من هنا إن دول زي الأطفال الصغيرين اللي مش قادرين يأكلوا الطعام القوي، لسه ما عندوش سنان فبيديله لبن، مش بس وانتوا صغيرين لكن لغاية دلوقتي، بل إلى الآن أيضا لا تستطيعون. يبقى الناس دي حصل لها نوع من الإعاقة، إن هي ما نمتش بشكل كويس، لكن هي أطفال في الإيمان ومش راضية تكبر، فلسه عيال صغيرة. بص أنا من النص أهو، ولا رحنا يمين ولا رحنا شمال ولا شفت معاني ولا لغة ولا أي حاجة، من هنا طلعت يعني إيه مؤمن جسدي ويعني إيه مؤمن روحي. خلاص تعالوا نشوف أنا كتبت إيه. يبدأ بولس كلامه موضحا أن هناك مستويين للحديث، أو الأول أن يكلمهم روحيين والتاني يكلمهم جسديين، إشارة إلى حالتهم الراهنة عشان يحفزهم ينهضوا من حالة الضعف ده إلى حالة أفضل. وبرجوع إلى معنى كلمة روحيين وجسديين، نفهم أن حالة مؤمني كورنثوس يتحكم في سلوكهم وفي حياتهم الجسد والعالم، لسه أطفال صغير عندهم الحكمة البشرية بيقارنوا بمقاييس العالم. أما الحالة التي حفزهم عليها هي حالة من يتحكم فيه الروح أو يسلك بحسب قوانين الروح القدس. ورحت جايب شواهد تانية بتأيد الفكرة دي، الذين يسلكون حسب الروح ليس حسب الجسد، في كورنثوس الثانية نفس الكلام. وبعدين هيصف حالة المؤمن الجسدي أنه طفل صغير، أي أنه لم ينضج، لأن علامة النضج المؤمن هي تركه للحالة الجسدية وانتقاله إلى المسير بالروح. يبقى أنا كده عملت إيه؟ كتبت الآية هي اللي أنا عايز أفسرها، واحدة واحدة طلعت منها بعد ما سألت الأسئلة زي ما عملت، طلعت منها فكرة وكتبتها. الآية الثانية، سقيتم لبنا لا طعاما أنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل إلى الآن لا تستطيعون. بقول إن بولس هنا يعطي صورة تشبيهية، هنا بقى فهمت إن بولس مش بيقصد إن دول بيبيهات كل واحد ماسك البيبرونة بتاعته. عشان ايه؟ طب انت هنا بقى ليه ما مشيتش حرفي؟ انا ماشي حرفي صحيح. لانه الكاتب هنا بيستخدم صورة تعبيرية، صورة مجازية، انه الناس دي اطفال لسه بترضع. فانا مشيت معاه وفهمت هو قصده ايه، وعشان كده رحت كاتب. فهو بيستخدم هنا صورة تشبيهية بيوضح بيها فكرته. بيقول ان دول اطفال لسه مش قادرين ياكلوا الطعام الناضج او الطعام القوي بتاع البالغين، فبياكلوا الطعام بتاع الاطفال اللي هو شويه لبن. هو مش بيقلل من شان الغذاء، خلي بالنا، لانه في حته ثانيه هيقول لهم بولس مثلا يقول لهم كاطفال اشتهوا الان اللبن العقلي. فالغذاء مش بنقلل من قيمته، لكن بنقلل المشكله هي ما ينفعش يبقى عندي واحد عمره كبير والاقيه لسه بيرضع، في حاجه غلط. مش إنه غلط في اللبن، غلط في أنا، لأن أنا لسه صغير. فمش ما هو مش بيقول إنه اللبن وحش، لكن ده ضروري ونافع في مرحلة الطفولة، لكن لما ألاقي واحد كبر لسه بيرضع دي مشكلة. بيذكر إنه بعض مؤمني كورنثوس رأوا إن بولس يتكلم بكلام بسيط عكس أبولس اللي كان فصيح جدا، عشان كده بيقارنوا بأفكار مستمدة من الثقافة بتاعتهم من بيئة العالم. فبهنا بيقول لهم إن المشكلة الحقيقية فيهم هم، مش في بولس أبولس ولا بولس، انتوا اطفال مش قادرين تميزوا، مش قادرين تبنوا تقييماتكم على كلام حقيقي واساس عمق. نروح تاني للنص نشوف، لانه متى قال واحد انا لبولس واخر لأبولس افلستم جسديين؟ يبقى اذا لا انا اسف هنا، لانكم بعد جسديون فانه اذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ يبقى هنا زود لي كلمه انه جسديين دي كمان بتعني انهم ناس بيسلكوا بحسب حكمه البشر وناس فيهم حسد وخصام وانشقاق وتحسبات. اتفضل يا في الجزء اللي انت كنت بتقول فيه ان ابولوس كان بيتكلم بحكمة أكثر من بولس، فهما بصولها من ناحية الفلسفة بتاعتهم. طب من النص ما فيش حاجة بتقول لي إن أبولوس كان بيتكلم بحكمة أكثر من بولس،
ده هلاقيه في الخلفيه لما رحت لسفر الاعمال، سفر الاعمال، وشفت انه في بولس السكندري لما ظهر وخدوه معاهم في الخدمه، ولقيت انه اولى كان فصيح وكان مقتدر وكان بيفحم اليهود باقوال كثيره. فده كانت بالنسبه لهم، بالنسبه للكونسيسيون، قوه، انه زي الفلاسفه اللي كانوا بيتلاطحوا مع بعض او يتبارزوا بالكلام، وكان في واحد يكسب الحجه. فدي كانت التقييمات الطبيعيه في الفلسفه اليونانيه، انت حجتك اقوى فانت كسبتني في الكلام، فعشان كده انت قيمتك اعلى. هم عملوا نفس الموضوع معاه. طيب تعالوا نعمل حاجة لطيفة ونشوف ايه اللي بيقصده بكلمة جسديين. تعالوا نشوف النص اليوناني او الكلمة اليونانية هتقول ايه. كارنل، وقفت عندها وطلعت لي تحت المعنى. الكلمة باليوناني اسمها ساركيكوس. ساركيكوس بتعني pertaining to flesh, that is by extension bodily, temporal or animal, unregenerated, carnal, fleshly. لسه واحد عايش في حالة الإنسان اللي ما تولدش من جديد، دي بالكم، بيخضع لقوانين الجسد، بيخضع للحالة القديمة بتاعته، الحالة الجسدية بتاعته، للحالة بتاعت الإنسان اللي يميل إلى إنه يكون الجسد اللي بيتحكم فيه مش الروح. أوكي؟ بتيجي من كلمة ساركس أو ساركس اللي هي الجسد. في اليوناني في كلمتين، في كلمة سوما وفي كلمة ساركس. ساركس وسوما. سوما بتعني اللحم، الجسم، زي لما مثلا بتقول باكل لحم او باكل سوما يعني. لكن الساركس هو الطبيعه الانسانيه او الحاله اللي تحت تاثير الجسد. فانا فهمت انه بيقصد ايه، مش بيقصد الجسد اللي هو الماده نفسها اللحم، لكن بيقصد ان انا تحت تاثير شهوات الجسد، افكار الجسد، طبيعه الجسد اللي لم تتجدد، ان ريجينيريتد. انا بعمل كده بس عشان نشوف ازاي نعرف احنا نستخدم البرنامج اللي معانا. لانه متى قال واحد، يبتدي بقى يقول لهم انتوا كنتوا بتقولوا كذا، لما تقولوا انا لبولس وانا لابولس افلستم جسديين؟ هي دي بقى المشكله بتاعتكم، يعني انتوا مش المشكله في بولس ولا في ابولس، المشكله ان انتوا لسه بتخضعوا لقوانين الجسد. وبعدين يبتدي يقول لهم فمن هو بولس ومن هو ابولس؟ مين احنا؟ احنا عباره عن ايه؟ يعني انت بتنتمي ليا ليه؟ احنا مجرد خادمين انتوا امنتم بواسطتهم. وكما اعطى الرب لكل واحد، ربنا ادى لكل واحد فينا موهبه، واحنا مجرد خدام، انتوا امنتم بواسطتنا، مش امنتم بينا احنا. انتوا امنوا بالرب، احنا مجرد شغالين عند ربنا. كل واحد فينا عنده موهبه بتاعته. انا غرست وابولس سقى. يبقى انا جيت بشرتكم، ابولس جه اكلكم، جه سقاكم. لكن في النهايه مين اللي كان بينمي الزرعه دي؟ لا انا ولا ابولس، ده الله. ليس الغارس شيء ولا الساقي، بل الله الذي ينمي او ينمي. يبقى قوه الحياه وقوه النمو جايه من الله، احنا مجرد ادوات. والغارس والساقي هما واحد، لكن كل واحد سياخذ اجرته بحسب تعبه. انا بغرس وابولوس بيسقي، احنا افراد، كل واحد هياخد اجرته قدام سيده. فاننا نحن عاملان مع الله، وانتم فلاحه الله وبناء الله. احنا شغالين عند ربنا، وانتوا عباره عن الفلاحه، يعني الحقل او الزرعه بتاعت الله، وانتوا كمان بناء الله. انا جريت شويه، هنروح نشوف ايه اللي بيقوله بولس بعد ما اعتقد احنا من هنا بكل بساطه عرفنا المعاني
وعرفنا اللي بيقصده الكاتب هنا بكل بساطة. تعالوا نشوف مع بعض النص لما أمسكه وأفسره هقول إيه في كلمة كلمة. لأنكم بعد جسديون فإنه إذ فيكم خصام وحسد وانشقاق ألستم جسديين وتستكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد لبولس وأنا لأبولس أفلستم جسديين؟ بيفسر سبب إنهم جسديين، إنهم لسه بينهم خصام وانشقاق. كل واحد منهم بيتعلق بالمعلم بتاعه وبيعلن انتمائه لقائد معين زي ما كان اليونانيين بيعملوا. إحنا بنتبع أرسطو، إحنا بنتبع أبيكور، إحنا بنتبع أفلاطون، إحنا بنتبع فلان. كل واحد متعلق بفيلسوف معين. فالتأثيرات دي لسه موجودة عندهم، فعشان كده بقول لهم انتوا لسه جسديين مش بتسلكوا بالروح. وهنا بقى بيحط معيار مختلف. لا القائد ليه لي 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 يعني ليه دور بس مش هو ده مهم. انا بعمل حاجة وأبولس بيعمل حاجة، لكن في النهاية مش احنا الإيمان، أو مش احنا محط الإيمان بتاعكم. الإيمان بتاعكم محطه الله، غير الفلسفة اليونانية. الفلسفة اليونانية كانت أنت بتؤمن بالفيلسوف ده وفكرته، فبيصبح بالنسبة لك هو مصدر الإيمان، زي مثلا الجماعة اللي كانوا بينتموا إلى أفلاطون، الجماعة اللي بينتموا إلى اللي هم يسمون الأبيكوريين أو الرواقيين. فبالتالي حياتك كلها بتتشكل بحسب رؤية هذا الفيلسوف أو هذا الشخص، وبتعتنق أفكاره بتصبح هي اللي بتتحكم في سلوكك. وبقول لهم لا، الموضوع مش كده عندنا، إحنا حاجة تانية، إحنا مجرد خدام الله بيستخدمه، إنما إيمانكم بيتحط على الله. مين هو بولس؟ مين هو أبولس؟ أبولس موجود في سفر الأعمال هنا، ده الخلفية اللي إحنا جبنا منها إيهاب الكلام اللي قلته، إنه أبولس كان رجل مقتدر وفصيح ويفحم اليهود بحجج وبراهين كتيرة، فكانوا معجبين بالشخصية دي. ده اللي أنا جبته من الخلفية، إنه كان يهودي اسكندري الجنس، فصيح مقتدر في الكتب، كان خبير وحار في الروح، يتكلم ويعلم بتدقيق، ساعد كتيرين من المؤمنين أخائية إنه يفهم يهود كتير ويبين إن يسوع هو المسيح. فكانوا إيه بقى بيشجعوه وشين وراه بقى، هو ده الفتوى بتاعنا اللي محدش بيقدر عليه في الحوارات، فبيفهم اليهود. الخلفية دي بتفهمني ان هم شافوه في صورة المعلمين بتوعهم اليونانيين، فيعني اعجبوا بي. فبصوا انه لقوا ان بولس الراجل اللي كيه بشرهم في البداية وغرس ده، ما كانش هدفه انه يقاوم كتير اليهود، كان بيهتم بيهم هم شخصيا، فقالوا لا 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 ده ضعيف قوي بالنسبه لو جيت قارنته بأبولس الواقف في الشارع ممس يعني مسح بيهم الارض. بولس كان قاعد معنا احنا بيكلمنا وعلمنا عن المسيح، لا بس يبقى الظاهر أبولس ده اقوى من بولس، فاحنا خلينا ورا أبولس. هي دي بقى الحته اللي وقعوا فيها. عشان كده بيقول لهم مين بولس مين أبولس؟ احنا 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 خدام، احنا مش الالهه اللي انتوا تؤمنوا بيها، لكن الله هو اللي في ايده كل حاجه، هو اللي الاساس، هو اللي بينمي، هو صاحب الشغل، واحنا لما هنتحاسب قدامه. انا غرست أبولس سقى، هنا بيشبه بولس عمليه الكرازه بان هي وضع البذره، وعمليه التعليم هي كانه واحد بيسقي الزرع، بيروي الزرع، بياكله. فما ينفعش أبتر من غير ما أروي، ولا ينفع أروي من غير ما يكون في بذرة. عشان كده دور المبشر والمعلم يكملوا بعض. لا أنا أقدر أعلم فوق أرض ما تزرعتش، ولا الزارع اللي حط البذرة المبشر يرمي البذرة ويسيبها هتموت، فالاتنين بيكملوا بعض. لكن في النهاية الاتنين دورهم متساوي، وفي النهاية صاحب الأمر ده كله اللي بيدي حياة للبذرة وصاحب الكرم ده أو صاحب الفلاحة دي هو الله، إحنا شغالين عنده، فإننا نحن عاملان مع الله. هيكرر الكلام ده ثاني كتير ويقول كده إنه إحنا مجرد أدوات الرب بيستخدمه. فالرب هو مالك الكنيسة، الرب هو اللي غرس، ورب هو اللي بيبني، ورب هو اللي بينمي. هيشبه هنا
الخدمة بالزراعة وأشبهها بالبناء. طيب يا ترى عندي حاجات في الكتاب قالت على الخدمة إن هي زراعة وإن هي بناء؟ ألاقي مثلا في أشعياء 61 3 بيتكلم عن شعبه القديم، يتكلم عنه دايما هو الكرمة والتينة، ويقول عنه هنا فيدعون أشجار البر غرس الرب للتمجيد. إذن دايما في ذهن الكتاب المقدس المؤمنين عاملين زي الحقل اللي فيه زرع أو الكرمة أو التينة. طب البناء، بولس نفسه استخدم كلمة البناء في أفسس 22 يقول عن الكنيسة أنها مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. يبقى ونفس كلام بطرس استخدمه، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة روحية بيتا روحية الكهنوت المقدسة. يبقى التشبيهات دي كلها بتوريني أنه في حياة أو في موضوع من النمو مستمر، كل مرحلة من دي فيها خطوات وفيها شغل. الخدام مجرد أواني الرب بيستخدمها، مجرد فعل الرب بيستخدمهم، لكن هو اللي بيكبر، هو اللي بينمي الأمر ده. فيقول كده حسب النعمة الله المعطاة ليا، النعمة الله دهاني أو نهب الله دهاني كبناء حكيم إني أضع الأساس، قد وضعته أساسا. يبقى أنا دوري أو الموهبة الله مديهاني إن أحط الأساس وآخر يبني عليه. يبقى أنا بونس دوري أساسات، ده ما بيقللش من دور المبشر ولا بيعظم من دور المعلم، لأنه لو المعلم جه بنى وما عندوش أساس كل تعليمه هيقع، ولو المبشر حط أساس وما بناش عليه انت مش شايف اي حاجه، شايف اساسات مرميه في الارض. فبصوا بياخد لهم صوره من الحياه اللي هم بيشوفوها بتاعت المباني، وبيقول لهم ادي المقارنه اهي، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فانه لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. فهنا بياخد illustration صوره البنى، وبيقول انه حياه الناس المؤمنين هي زي المبنى، في أساس، والأساس ده حاجة واحدة بس، يسوع المسيح. أوكي. ولما يعني هنا حتى أنا ضفتها إنه لما بنذكر الرب يسوع فهذا يعني شخصه وعمله الكفاري ولاهوته. ورغم إنه الأساس في كل مبنى هو العنصر المختفي مش متشاف، عمرك ما بتشوف الأساسات، بتشوف المبنى الجميل من فوق، لكن كل الجمال ده لا يعني شيء من غير الأساس المدفون في الأرض اللي مش متشاف. عشان كده أخطر جزء هو الأساس. فبولس بيفهمهم أنا حطيت أهم حتة، وأهم حاجة إنه يكون في الأساس هو المسيح. دي موهبتي، دي ده دوري في الكنيسة، إن أنا أزرع أحط النبتة. لكن خلي بالكم بتبنوا على الأساس ده إيه؟ فما فيش غير أساس واحد هو رب يسوع، لكن أنت بتبني عليه، سواء بتبني من خلال مجهودك الشخصي أو من خلال أعمالك، حياتك، نموك. في بنا معلم بيجي يساعدك في عملية البنى، كل الكلام ده مهم قوي، بس تعالى في النهاية وريني شكل المبنى بعد ما يخلص. طيب طبعا أنا هنا خدت آيات كتير قرينة الغير مباشرة اللي بتأكد على فكرة إنه الأساس ده هو المسيح وعمله الكفاري. ممكن تبقوا ترجعوا لها وانتوا بتقروا النص ده. لكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس، بيفترض وجود أساس، وبيفترض إن في شخص بيبني أو في بيتين، وفي واحد هيبني بحجارة كريمة وذهب وفضة، وفي واحد تاني هيبني خشب وقش وعشب. لأنه فعليا في الزمن ده في مدينة كورنثوس كانوا بيعملوا كده، بيبنوا الأساسات ويعملوا أعمدة وأسقف، وبعدين يقفلوا بحاجات مختلفة. ممكن يقفل بشوية خشب، ممكن يقفل بشوية قش بأغصان شجر، وفي واحد تاني بيبني بقى بحجارة كريمة، يعني حجارة بنى مصقولة، ويبقى قفل بيت قوي. فبقول تخيل كده عندك بيتين من المنظر ده، وتخيل انه البيتين دول تعرضوا لحريق،
يا ترى بعد ما تنتهي النار هتشوف ايه؟ فبيقول كده فعمل كل واحد سيظهر لان اليوم سيبينه. حياتنا بنبني، لكن كل واحد العمل بتاعه ده هيظهر لما اليوم، وهنحط خط تحت كلمه اليوم انه الحقيقه مش عارفينها قوي هي ايه دي، يعني ايه اليوم ده، بس خليها مؤقتا. لانه بنار سيستعلن وستمتحن، ستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. ان بقى عمل احد قد بناه فسيأخذ اجره، ان احترق عمل احد فسيخسر، واما هو فسيخلص لكن كما بنار. هنا بقى دخلنا في حته ملخبطه شويه، الكلام ملخبط شويه صعب. تعال نفك. هو بيقول انا حاطط اساس وانت بتبني. واحد بنى حجاره كريمه، واحد بنى بخشب وقش. اذا البنى ده هو مجهودك واعمالك وحياتك اللي مبنيه على الاساس هو يسوع المسيح. عمل كل واحد سيصير ظاهرا لان اليوم سيبينه. ايه هو اليوم؟ اذا في يوم هيتم فيه فحص هذه الاعمال، لانه بنار يستعلن وستمتحن، ستمتحن النار عمل كل واحد. فكانه بيشبه اليوم ده بانه كانه في نار هتفحص هذه المباني. المبنى اللي هيفضل بعد النار هو اللي هياخد المكافاه، واما البنى اللي اتاكل فهيخسر، لكن اما هو فسيخلص ولكن كما بنار. يعني كان واحد يدوب كده ايه عدى من الحريق انقص. فهنا بقى بولس بيدخل تشبيه مع فكره ثانيه في دماغه، هي انه في يوم امام كرسي المسيح هتفحص اعمالنا وتفحص حياتنا. فبيستعير شكل مبنى وحوائط موجوده في البيئه بتاعتهم، وهيقول لو حصل حريق على المبنيين دول ايه اللي هيحصل؟ انا هرجع تاني لكلمه اليوم. بيقول لو حصل حريق اكيد البنى بتاع الحجر والذهب والفضه هيفضل زي ما هو، هيبان مش هيتاثر، لكن اللي بنى خشب وقش هيتحرق كل ده، ويفضل ايه بقى؟ يفضل الاساس، عشان كده هيخلص كما بنى. طيب ايه بقى اليوم وايه النار وايه اللي انت عمال تقوله؟ محتاجين نقف عنده، محتاجين شويه ناخد اسئله في الحته دي. بيقول انه الاساس اللي انت حطيته هو شخص رب يسوع المسيح، ما فيش شك. البنى هو خدمتك وتعليمك وسلوكك وحياتك الروحيه، وخاصة لو انت خادم. فاما تبني اعمالك دي وحياتك دي بالحكمة الالهية مش بالفكر الانساني، يبقى طلبك مجد الله، ودوافع نقية مش دوافع الشريرة، يعني مش طالب مجد نفسك، ده بيكون زي ذهب وفضة. او انك انت تبني زي ما العالم بيبني بمعايير العالم، عشان كده ده هيبقى ايه؟ خشب وقش وعشب. لما يحصل امتحان هذه الاعمال في يوم معين، هو يسميه بولس اليوم، فهو بيقصد يوم معين، خلي بالنا في اداه تعريف. اليوم ده مهم قوي اكون فاهم. اليوم ده مهم اكون فاهمه انه بيقصد حاجه معينه مش اي يوم كده، انه الالف واللام هنا حدد لي، ده بقى التفسير اللغوي حدد لي انه بنتكلم على حاجه معينه. اليوم ده لاني انا مش عارفه، في حاجات تانية هتساعدني. الحاجات التانية دي هي اني اروح اشوف القرينة الغير مباشرة تتكلم عن هذا اليوم. اليوم هنا اللي هيصير فيه هذا الفحص اعرفه منين؟ الصعوبة بتاعته انه حتى في الفهرس او حتى في الكروس ريفرنس
هيجيب لك اليوم هيجيب حاجات كتير قوي وهتتلخبط فيها. هنا ده بيجي من خلال انه يمكن اسأل او يمكن اكون عندي معلومات تانية موجودة ساعدتني اعرف ايه هو اليوم. اليوم ده بكل بساطة بولس هيذكره في الرسالة التانية، في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح الخامس آية 10، يقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. يبقى في يوم هنقف فيه إحنا كمؤمنين أمام كرسي المسيح، أوكي، وهتقيم فيه أعمالنا. أنا بكرر إن الجزء ده هيبقى صعب شوية إنك كنت تلاقيه، وحتى في كروس ريفرنس مش هيبقى واضح قوي، لكن خلينا مبدئيا بس يعني هبقى كأن أنا عملت مساعدة في الحتة دي، إنه اليوم ده هو يوم ظهورنا أمام كرسي المسيح عشان تقيم أعمالنا. ده موجود في كورنثوس الثانية صح 5 آية 10، موجود أيضا في يوحنا الأولى صح 2 آية 28. الكرسي ده مش بيختص بالدينونة، ليه؟ لأنه الدينونة اترفعت من عليه، لا شيء من الدينونة الآن على زينهم في المسيح يسوع. لكن الكرسي ده هل هو الكرسي الأبيض العظيم أو العرش الأبيض العظيم في رؤيا 20-11؟ بنقول لا برضه، لأنه العرش الأبيض العظيم بيختص بدينونة الأشرار. طب إيه الكرسي ده؟ أو إيه كرسي المسيح؟ لو رحت للنص بتاع كرسي المسيح ودورت عليه في اليوناني اسمه The Judgment Seat of Christ. كلمة Judgment Seat لو رحت فتحت كده هتلاقيها اسمها بيمة. بيمة، بيمة دي هي المنصة اللي كان يقعد عليها الحكام والقضاء في الألعاب الأولمبية علشان يعطوا في النهاية قرار الفوز والتتويج بتاع اللعب. في بعض الأوقات كانت بتستخدم في الإمبراطورية الرومانية زي منصة القضاء، فكان بتفحص أعمال المتسابق ومباراة نفسها في الجادجمنت سيت ده أو في البيما سيت اللي من خلاله بتم تقييم أعماله وتم إعطائه مكافئته بالفوز أو إعلان خسارته في اللعب. دي فكرة موجودة عند بولس بشكل كبير، موجودة عند بقية الرسل، بس بولس أكتر واحد اتكلم عنها، عشان كده بقول إنه النص في الحتة دي شوية صعب. دي 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 التركة الصعبة بتاعته. طيب إيه النار بقى؟ هو هنا استخدمها الأول بفكرة التشبيه إنه نار بتتعرض للمبنى، لكن لو رحت سفر الرؤية صح 1:14 هلاقي مشهد بيقول عن الرب يسوع انه عيناه كلهيب نار واقف بين المناير وممسك السبعة كواكب او سبعة نجوم في ايديه اللي هم ملائكة الكنائس، وكأنه القاضي اللي واقف وسط المؤمنين وسط الكنائس وبيفحص وعارف اعمال كل واحد. عيناه كلهيب نار، النار ديت او العينين اللي بتخترق اسطار الظلام دي هي اللي هتفحص اعمالنا قدامه، وهي اللي هتشوف يا ترى أنا باني بخشب وقش وعشب ولا أنا باني حقيقي بحجارة كريمة وذهب وفضة. من هنا بشوف أنه من الحتة الصعبة دي فهمت أنه بولس بيقول يا إما عندك الأساس يسوع المسيح يا إما راحت عليك. فوق الأساس ده المبنى اللي هتاخد عليه مكافئتك، يا إما خدت مكافئتك يا إما تقف خجلان بس هتعدي ستخلص كما بنهر. من هنا بدأ النص يوضح، لأنه دي كانت أصعب حتة في النص في الجزء ده، لأنه كلمة اليوم الحقيقة مش واضحة، أنت مش هتعرفها، أوكي؟ لكن اللي لفت نظري أنه في حاجة غريبة هنا هي ألف ولام التعريف The day، إذا أنا بيقصد يوم معين. بكرر تاني يمكن مش هنعرف نجيبها من أول مرة، لكن مرة ورا مرة بنبتدي يبقى عندنا حصيلة من المعلومات اللي هتفيدنا. يعني حتى الكلام ده هيفيدك لما تيجي مثلا تقرأ نص زي يوحنا الأولى 2:28
لكي لا نخجل منه في مجيئه. يعني ايه اخجل منه في مجيئه؟ اتكسف من ايه؟ هنا بقى يفهمني ايه الموضوع. لما اقرا نص كورنثوس الثانيه 5:10، لانه لابد اننا جميعا نقف امام كرسي المسيح او نظهر امام كرسي المسيح ونعطي حساب، نعطي عن عملنا اللي عملناه. الايات دي بتتربط مع بعض في ذهنك، خلاص عرفت الحكايه بتاعت كرسي المسيح دي وعرفت تجاوب عليها. اوكي، اي اسئله سفر؟ فالجزء بتاع اليوم ده شويه صعب، ف احنا حاولنا نفكه بحيث انه نقدر نكمل النص بتاعنا. بعدين يقول: اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ هنا يبتدي بقى ينقل من فكرة المبنى والتصوير اللي كان بيصوره، وراح واخدهم في حتة تانية يقول لهم انتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، عشان هيبتدي بعد كده يأسس للي جاي انه يعني ايه تعيش حياتك قداسة وتحافظ على جسدك وتحافظ على نفسك. اما تعلموا انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. انتوا كبونة، انا حطيت اساسه، ويمكن ابولوس ساعد البناء انه يبني وانتوا بنيته، بس افهم كويس قوي ان انت هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. ف اللي بيقصده بولس هنا انه البناء ده بناء روحي، مش اي بناء. يعني انا مش بتكلم على مبنى زي اللي انتم بتشوفوه في العالم، انا بتكلم على بناء روحي. نفس الكلام اللي هيستخدمه بطرس في رسالته الاولى صح 2. الفكره هنا انه انت كيان روحي، انت كيان الله يسكن فيك. واي محاوله انه الانسان يفسد هذا الهيكل ويقصد به كيانه كجسد كروح كنفس، اي محاوله انك تفسد هيكل الرب الله سيعاقب عليها بشده. عشان كده ده بيجهز للي جاي بعد كده، انه الناس اللي بتقول انه الجسد السنه والسنه الجسد، خلي بالك ان ده بقول لك انت هيكل الله روح الله يسكن فيك. تقدر تاخد اعضاء المسيح وتحطها الات في النجاسه. ان كمان هل ينفع ان احنا كبنى هيكل الله اللي ساكن فيا وساكن فيه وساكن فينا ككنيسه يبقى فيه انقسامات وتحزبات؟ خلي بالك دي كلها خطايا اللي موجوده في العالم وما ينفعش تبقى موجوده فينا. من يفسد هيكل الله فالله سيفسده. لا يخدعن احد نفسه، ان كان احد يظن انه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. بيرجع تاني، ما تخدعش نفسك. لو انت فاكر نفسك حكيم بحكمه هذا الدهر، لا، خليك جاهل وارجع تاني كده مع الرب عشان تبقى حكيم حقيقي بالناحيه الروحيه. لان حكمه هذا العالم هي جهاله عند الله، لانه مكتوب ان اخذ الحكماء بمكرهم، وايضا الرب يعلم افكار الحكماء انها باطله. هنا بيتكلم عن الحكماء، مش بيتكلم عن الانسان يكون يعني بيرفض الحكمه، لا، بيتكلم على حكمه العالم او الذكاء والدهاء بتاع العالم، المعايير اللي موجوده في العالم، ويقول لا ما ينفعش تكون ماشي بالطريقه دي. فبيقول لهم كده: ما تتخدعوش باللي حواليكم، ما ترجعوش تاني للافكار اللي كنتوا فيها، الفلسفات اللي كانت بتحب الحكمه البشريه واللي بتمجد الاقوياء وتحتقر الضعفاء، كل ده يسبب خلل ويسبب انقسامات في الكنيسه. لكن عشان ترجع تبقى صحيح حكيم بحسب فكر الله، لازم ترجع تاني الى بساطه الايمان. فبيفهموا ان كل ده الحكمه البشريه بتقود الى تحزبات، الى فساد، الى سلوك خاطئ، الى انحرافات، حاجات كتيره قوي مزعجه. اما الحكمه الالهيه اللي العالم بيشوفها جهل ومش شيء مقنع بالنسبه لهم، هي دي اللي بتؤدي الى المصير الابدي، وهي دي اللي بتخلي الانسان يعيش حسب فكر الله ويعيش في نقاء وقداسه. طبعا ساعدني اني اجيب شويه من الفهرس او من الكروس ريفرنس، عرفت اجيب شويه ايات موجوده في اماكن تانية بتساعدني انه تربط الافكار دي ببعض. اذا لا يفتخرن احد بالناس، فان كل شيء لكم، أبولس أم أبولوس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم. ما تفتخرش بحد، ما تفتخرش بواحد، ما تفتخرش بإمكانيات، ما تفتخرش بماديات، أو أنت بتنتمي لحد.
لا افهم كويس قوي انك انت في المسيح ليك كل حاجه. ويقول لهم كده في الايه الاخيره في الاصحاح: اما انتم فللمسيح والمسيح لله. انت للمسيح، انت ملك للمسيح والمسيح لله، اذن فهم لله. المسيح لله طبعا دي فكره كبيره عند بولس، انه المسيح مش مسيح لله، المسيح اقل من الله الاب، لكن المسيح بصفته نائب البشريه هو بيخضع لله، هو بيقدم ده لله. عشان كده احنا كلنا في المسيح متقدمين الى الله، الله الاب. فده بيفهمهم كده انه الحاجات اللي حوالين دي كلها ما تاخدكش، لكن افهم ان كل شيء اعطى ليك، وانك انت تتمتع بكل شيء في المسيح، وانت في المسيح ومن المسيح انت ملك الله. ده كان بيقاوم بعض الافكار الموجوده في الفلسفات اللي حواليهم، انه اللي كانوا بيحضوا على فكره التملك وفكره اشباع الرغبات، فيقول لهم لا، الكلام ده بتاع العالم، اللي عندنا احنا شيء مختلف تماما. نلاحظ انه كتير النص متاثر بالخلفيه التاريخيه، متاثر بالحضاره اللي كانت موجوده، متاثر بالسلوف اللي كانت موجوده. عشان كده لما كنا بنتكلم على الخلفيات، ده جزء كبير من فهمي للنص، ان اطلع الخلفيات وافهم ايه اللي كان بيدور في الاحداث دي. طبعا مش بقول ان الموضوع مستحيل نوصل له، ولا بقول ان هو سهل قوي، لكن حبه بحبه بنبتدي نكون جوانا او نكون عندنا حصيله من الخبره والمعلومات اللي بتساعدنا في كل مره انه نطور ونحسن التفسير بتاعنا. هختم ببعض الملاحظات المهمه نخلي بالنا منها واحنا بنتتبع نص او بندرس مع بعض نص. خلي بالك من التدرج الاعلاني. يعني زي ما كنت بقول، التدرج الاعلاني هو انه الافكار اللي الله اعلنها بتكبر في اتجاه النهايه. فالفكره مثلا اللي اعلنه الله عن الروح القدس في سفر التكوين صح الاول ايه 2 كبر معايا لغايه لما فهمت الكلام ده واضح قوي في العهد الجديد، مين هو الروح القدس وبيعمل ايه. الخلاص بدأ بفكرة صغيرة في الأول وكبر لغاية لما أخذ كل الأبعاد بتاعته في العهد الجديد. فخلي بالنا من التدرج الإعلاني، ما توقفش في حتة وتنسى الباقي، أو تبتدي من الكبير وتنسى البدايات بتاعته. خلي بالك من التعبير التأنيسية. إيه التعبير التأنيسية بالسين مش بالثاء؟ لما بيصف الله ببعض الصور أو بعض التصويرات اللي فيها معالم إنسانية، زي مثلا فأمال إلي أذنه. هي الفكرة مش إنه ربنا عنده أذن، لكن هو هنا عايز يقرب الفكرة بتاعته إنه الله استمع لي. في بعض النصوص في العبري اللي ترجمت فندم الله، ندم الله وكأنه تراجع عن رأيه واكتشف ان هو غلطان. الكلمة في العربي كلمة ندم او تأسف الله كلمة تخضك شوية، لكن الكلمة في العبري هي جاي من فعل نخيم، او اللي هو جاي منه نحوم، هو تحنن او ترأف. التعبير هنا مش بمعناه ان الله اكتشف غلطته، حاشا، لكن التعبير هنا معناه انه بيحاول يفهمني زي ما انا بحس بانه طب خلاص بقى هسامحك، اوكي، لانه من جوايا تراجعت عن القرار، لان قلبي رق مثلا او ترقفت عليه. هو عايز يقرب لي المعنى، لكن مش بيقصد الكاتب ابدا هنا فكره ان الله يتراجع او الله يغير رايه او الله يبدل فكره او انه يقول ان انا غلطت، حاشا، لكن بيقرب لي الافكار من خلال التعبيرات التأنيسية. بعض الناس الغير فاهمين يقول لك بص الله هنا
بيتغير، الله مش ثابت، الله بيغلط، حاشا طبعا. لانه الكتاب المقدس لما بيتكلم عن الله بيتكلم عن الله بصوره ثانيه خالص، ويقول عنه انه ما بيتغيرش، انه عارف كل شيء، ما عندوش شبه خطا، ما عندوش اي شيء من الكلام ده. لكن التعبيرات دي بنسميها الكتاب تعبيرات تانيسيه، انه بيقرب الفكره من خلال صوره ملموسه في العالم البشري بتاعه. اخلي بالي من الصور البلاغيه زي ما شفت، ان هو مثلا انتم فلاحه الله، انتم بناء الله، لا يستطيع احد ان يدع اساسا اخر لازم وضع يسوع المسيح. طب يعني ايه يسوع المسيح هو الاساس؟ يعني ايه انتم البناء؟ دي صوره بلاغيه. وفكره كمان الفكره اللي كنا بنقولها دايما ان النص بينشئ سؤال، اما مجموعه النصوص فالمتعلقه بموضوع معين بتنشئ عقيده اللي بنسميها المسار اللاهوتي او المجرى اللاهوتي. انه ما خدش ايه والف عليها عقيده، لكن افحصها في ضوء الايات الاخرى علشان اشوف انه ازاي هي بتوجهني ناحيه حاجه معينه. الحاله الثالثه بنقول فسر تفسير مباشر طبيعي، طب يقدم النص بشكل بسيط، ما تروحش بعيد وتروحن. الهدف من النص اني افهم ماذا قصد الكاتب وايه اللي فهمه المتلقي. ما تروحش الى ما وراء المكتوب وتالف حاجات من عندك، لانه ده هيخليك غصب عنك هتقع. المرحله الاخيره هي انك تصيغ التفسير بقى اللي وصلنا ليه. زي ما شفت انا كنت عامل كده، بحط الايه وابتدي احط الحاجات اللي انا جمعتها، ببتدي احط زي اكتب باراجراف صغير على الايه، فبصيغ النص اللي توصلنا ليه بعد ما جمعت الحاجات دي كلها. بعد ما اخلص التفسير ممكن ارجع للكتاب او للمفسر، بس يكون تفسيره بيتسم بالموضوعيه وبيتبع نفس الاسلوب بتاعي. يعني لو رحت قارنت اللي انا عملته ده بواحد من اللي بيكتبه بشكل روحانة او بيفسر بشكل روحانة، يقول لك هنا الخشب ده اشارة لمش عارف مين، والحجر هو حجر ايه، والذهب هو، قال كلام خالص بعيد عن اللي بولس عايز يقوله. ده خطر يعني، مش عايزين نقارن بيه. احنا عايزين نقارن بحد يكون بيتسم بالموضوعية، وشوف اللي انت قلته واللي هو قاله. وقصدي مش شوف الكلام على قد ما تشوف الفكر، ويا ترى الشخص ده كان بيسأل الأسئلة الصحيحة، مطلع فكرة صحيحة. لو في فكرة غريبة شوية عن اللي انت طلعته، اسألي النص بتاعك وشوف هل فعلا هو ده ينفع يتحط هنا. مثلا لو ناخد اي مثال، مثلا اليوم ممكن الشخص يقولك ان اليوم يعني النهاردة. طب يا ترى لما يقول اليوم سيبينه انه عمل كل حسين بتاعها بنار، طب هو فعلا بيتم انه الحاجات دي تتكشف النهارده وتفحص بنار؟ اكيد لا. يبقى اذا الكاتب ده غلط. وعلى فكره الكتب الموجوده مش معناها انها كل ما فيها صح. دايما اخلي بالي انه ده كاتب بشري يحتمل كتابته الصواب والخطا. عشان كده بقول روح لواحد فيه موضوعيه اكتر، بحيث انك الى حد كبير جدا تبقى مطمن انه ماشي بنفس اللاين بتاعه. بعد ما فهمت كل ده وقارنته وفهمت الكلام كويس قوي، ابتدي اطلع التطبيق اللي كنا بنسال عليه في الاول. والتطبيق هو ان انا بواجه كل المعلومات اللي انا خدتها ديت الى الحياه العمليه. الهدف بتاعها هو الناس تتغير. فمثلا النص زي اللي انا درسته دلوقتي، ممكن ابتدي اتكلم على التحزبات، ممكن ابتدي اتكلم على المؤمن يعني مؤمن جسدي، يعني مؤمن روحي، وابتدي اطبق ده جوه حياتنا. ممكن اتكلم على فكره الخدمه وازاي ما يبقاش في تحزبات في الخدمه، وازاي يعني ايه كل واحد عنده موهبه الله اداها له، واطبق من هنا. اتكلم على وقفتنا امام كرس المسيح عشان نعطي حساب وكالتنا، بنينا ايه، ويا ترى انا حياتي فيها الاساس يسوع ولا لا. كل دي معلومات، هيكل الله وروح الله يسكن فيك، ازاي تسلك في حياتك، افتكر دايما ان انت بالمنظر ده. كل دي بقى تطبيقات، خدت المعلومات الدسمه دي ورحت حطيتها في اماكن عمليه، لانه مش كتير المستمع بتاعي بيبقى فاهم يطبق ازاي. يعني ممكن ينبهر باللي انت بتقوله، لكن
مش عارف طب ده اعمل بيه ايه، كانك اديتني حاجه قريبه جدا بس مش عارف دي بتعمل بيها ايه، مثلا بتلبس في الايد ولا دي بتحط في الودن ولا دي بتحط في ايه، مش عارف. بعض الناس بقى مش عارفه ساعد ده، لانه في النهايه بعد ما توصل هدفك ان انت توصل الناس تعيش وتتغير عشان تبقى صوره المسيح. كده احنا حطينا غطينا الـ 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 الفكره العمليه، ازاي بقى المعلومات اللي احنا اتكلمناها في الاول ناخدها في شكل عملي. فده يكون بالظبط زي الجايد لاين بتاعك وانت بتشتغل، مش لازم تمشي على كل كلمه انا كاتبها، لكن الجايد لاين اللي بيخليني اقدر اسال النص اسئله وامشي ازاي بشكل تسلسل. كمان فكره انك انت تاخد ايه ده يساعدك قوي. ليه؟ لانه في بعض الناس بتاخد باراجراف على بعضه ويقول فكره، ودي من الحاجات اللي فعلا بتوقع. ليه؟ عشان هو عنده فكره في ذهنه هيروح رميها في الباراجراف، ما خدش باله بقى زي ما مشينا كده احنا كلمه كلمه، يعني ايه اليوم مثلا؟ لما امشي بقى مع الايه ايه ايه ببص الاقي الموضوع معايا بيبقى اكتر دقه اكتر عمق في تاني. عشان كده ما تجريش وتحط باراجراف وتقول لي هو هنا عايز يقول ربنا بيحبك. ربنا بيحبك بس هو مش بيقول ربنا بيحبك، هو عنده حاجه كثيره قوي هنا. يقول يعني ايه نحن عاملان مع الله؟ مين نحن؟ انا وابولس. ومين هم فلاحه الله؟ يعني ايه اللي بيقول فلاحه الله؟ وليه بيقول بناء الله؟ لانه بعد كده هيقول عن الاساس ويقول عن البذره وعن الري. عن الاساس وعن البنى من فوق. اذا هو خد تشبيهين هنا. كل الكلام ده مهم تاخد بالك منه وانت بتفسر، علشان لو خدت الموضوع كده بلوكشة واحدة كل حاجة تجوز منك. اي اسئلة؟ ايه خلفية حسبيال كانت ايه؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض، شاركونا الاراء. ايه خلفيه حسكيه؟ انا هفتح المايكات عشان نتكلم. هو مقنعها ان هو خلص طلاقه في المحكمه، ان هو حول لكاتليك. مين ده مين ده مين ده؟ خد بالك ازاي ومر لها. ماري انبياء السبي. نعم. بيتكلم عن فتره السبي البابلي. نعم. كان بيوضح ان السبي ده كان سببه خطيه الشعب، ان هم كانوا بيحفظوش الثبوت فربنا كان بيعاقبهم، على ان كان في غلط وكان في عقاب للخطا. هنا ناتشل التقريب يعني. جميل. يا ترى ده بشكل عام الخلفيه بتاعته. يا ترى النص هنا ممكن يكون له حاجه خاصه؟ قصدك بيه حاجه خاصه؟ يعني مثلا لما بيقول لها كده مخرجك ومولدك من ارض كنعان، ابوك اموري وامك حثيه. طب تعالوا نمشي مع بعض واحده واحده جوه النص. اولا هو بيكلم مين؟ بيكلم حثيه. حثيه بيكلم يعني ربنا بيكلم حثيه. حثيه بيقول له هنا يا ابن ادم عرف اورشليم بنجاستها، مش كده؟ تعالوا نقرا النص بسرعه عشان ممكن يكون في حد ما قراهوش ما خدش النص ده. وكانت الي كلمه الرب يا ابن ادم عرف اورشليم بنجاستها وقل هكذا قال السيد الرب لاورشليم مخرجك ومولدك من ارض كنعان ابوك اموري وامك حثيه، اما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظيف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لطريق لك، بل طرحتي على وجه الحقل بكراهة نفسك يا مولدتي، فمررت بك ورأيتك مدوسة بدمك فقلت لك بدمك عيشي، قلت لك بدمك عيشي، جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زينة الأزيان، نهد ثدياك ونبت شعرك وقد كنت عريانة وعارية، فمررت بك
ورأيتك وإذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد يقول سيد الرب فصرت لي، فحممتك بالماء وغسلت عنك لمائك ومسحتك بالزيت، ألبستك المطرزة ونعلتك بالتخس وأزرتك بالكتان وكسوتك بزة، حليتك بالحلي فوضعت إسورة في يدك وطوقا في عنقك، ووضعت خزامة في أنفك وأقراطا في أذنيك وتاج جمال على رأسك، فتحليت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز المطرز، وأكلت السميد والعسل والزيت وجملت جدا فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كمالا ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب، فاتكلت على جمالك وزنيت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له، وأخذت من ثيابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشاة وزنيت عليها، أمر لم يأتي ولم يكن، وأخذت أمتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي التي أعطيتك وصنعت لنفسك صور الذكور وزنيت بها، أخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بها وضعت أمامها زيتي وبخوري، وخبزي الذي أعطيتك والسميد والعسل والزيت والعسل الذي أطعمتك وضعتها أمامها رائحة سرور، وهكذا كان يقول السيد الرب، أخذت بنيك وبناتك الذين ولدتهم لي وذبحتهم لها طعاما، أهو قليل من زناك أنك ذبحت بنية وجعلتهم يجوزون في النار لها، وفي كل رجساتك وزناك لم تذكري أيام سباقي إذ كنت عريانة وعارية وكنت مدوسة بدمك، وكان بعد كل شرك وكان بعد كل شرك ويل ويل لك يقول السيد الرب. هيكمل طبعا الكلام عنيف جدا في آخر لغاية آخر الإصحاح ده. تعالوا ناخد احنا اعتقد كان لغاية آية 14 تقريبا او 14. طيب تعالوا ناخد مع بعض نمشي مع بعض واحدة واحدة. اولا انا فاهم هنا انه مين اللي بيتكلم، الرب قال لحزقيال عشان كلمة يا ابن ادم ده كلمة بتتكرر جوه سفر حزقيال وبيقصد بيها حزقيال نفسه. بيقول له عرف أورشليم برجساته، هو بقى الخطاب ده موجه لمين؟ أورشليم مش كده؟ طيب قول لها ايه؟ مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك أموري وأمك حثية. يعني يا أورشليم أنت أصلك طالع من أرض الكنعانيين اللي هم كان الشعوب القديمة اللي الرب قال لإبراهيم عليها إيه الشعب ده شره بيزيد بس لسه هيكمل وبعدين أنا هعاقبهم بعد 500 سنة لما أطلع شعبك وأديهم الأرض دي. يبقى أنا فهمت كده أنه مين الناس دول؟ طب إيه مشكلتهم الكنعانيين؟ لو تفتكروا كنا قلنا عليهم لما ندرس العهد القديم أنه كانوا بيعبدوا إله وكانوا بيقدموا أولادهم ذبائح حية بتحرق في النار عشان الإله بتاعهم. فإذا بيقول لها يا أورشليم ما تنسيش أصلك، أنت كنت من الناس دي، أبوك من الأموريين، دول أحد الشعوب الكنعانية الأموريين والحثيين. يعني أبوك وأمك. طب بس انا كنت عايزه اسال على دي، يعتبر ابراهيم من ارض كنعان بالظبط كده؟ ابراهيم سكند ارض كنعان. هل هو كان بيقصده هنا هو؟ لا 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 لا، خلي بالك ابراهيم اصله منين تفتكري؟ من اور كلدانيين، من أيوة من جنوب العراق، من جنوب العراق مش من كنعان. يعني اصل ابراهيم جاي منين؟ مش من كنعانيين. هو هيديله ارض الكنعانيين كعقاب للكنعانيين، لكن ابراهيم مش من الكنعان. ولو نلاحظ حياه ابراهيم انه ساكن في الارض دي غريب، كان عنده خيمه وما كانش بيمتلك حاجه، الحاجه الوحيده اللي امتلكها ابراهيم في الارض دي هي المقبره اللي دفن فيها ساره ودفن فيها. لكن ابراهيم اصلا جاي من جنوب العراق من اور الكلدانيين، وسفروا المسافه دي كلها قالوا هديك ارض ثانيه. لكن اورشليم، مدينه اورشليم فعليا اللي اتوجدت على يعني هي موجوده من زمان لكن بقت عاصمه اسرائيل في عصر داود، وداود اخذ المدينه دي وفعلا حول العاصمه انها تكون اورشليم وخلاها من اجمل واقوى واشهر عواصم العالم في العالم القديم. يعني بقت اورشليم في عصر داود وعصر سليمان. فهنا بيقول لها ما تنسيش اصلك، انت جايه منين يا اورشليم؟
من اصول وثنيه، من اصول الشعوب اللي انا كنت غضبان عليها بسبب الشر. يوم ميلادك لما اتولدتي، هنا بقى بيشبهها كانها واحده ست من اول اصولها، من اول ما اتولدت بيقول لها لم تقطع سرتك. احنا فاهمين يعني ايه قطع السره، يعني الطفل اللي بيكون مرتبط بالحبل السري مع امه فغذائه كله جاي من امه، لما بيتولد بيقطعه الحبل ده. فهو بيقول لها هنا لم تقطع سرتك، بمعنى انه لسه مرتبطه بامك وبالاصول القديمه بتاعتك. اوكي، لم تغسلي بالماء للتنظيف، لسه فيكي القذاره والوساخه. الطفل اللي بيتولد بيبقى مليان دم ومش عايز، لازم يتغسل لم تملحي تمليحا. طبعا دي بالنسبه لنا احنا غريبه شويه، يعني ايه ملح؟ طبعا الملح في الزمن ده كان يستخدم للتطهير والحفظ من العفونه، لان طبعا ما كانش فيه ثلاجات، ما كانش فيه اي حاجه. فالملح ده كان شيء ضروري جدا وكان غالي، وكان بيستخدم عشان حفظ المواد من التعفن. فالتمليح هنا كان نوع من التطهير ونوع من الحفظ من الفساد. لم تقمطي تقميطا، زي الطفل الصغير اللي ما تلفش يعني. لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه، ما فيش حد حن عليك أبدا وترميتي كده زي الطفل الصغير اللي اترمى، اتولد وترمى في الحقل بكراهة نفسك. يعني واحدة مكروهة وترمت، طفلة صغيرة ترمت. اليوم ده عديت عليك فمررت بيك ورأيتك مدوسة بده، شفتك انت برمية كده وتلتخب دمك ومرمية في الأرض، فقلت لك لا عيشي، حتى بدمك ده عيشي مش هتموتي. وفعليا أورشليم من سنين طويلة قبل حتى ما يجي داود وهي موجودة كمدينة، لكن كانت هذا النوع من المنظر السخيف اللي عامل زي مدينة مرمية، ولا لا هتعيشي. وكبرتك وجعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوتي يعني كبرتي. والرب يعني تربية، يعني حاجة بتعلو لفوق. وبلغت زينة الأزيان، بقيت جميلة قوي. نهد ثدياك ونبت شعرك. هنا طبعا بيتكلم بصورة مجازية، لأن أورشليم ما هياش امرأة بالمنظر ده، لكن بيقصد بها أنك بقيت جميلة، نضجتي، بقيت جميلة، بقيت امرأة حلوة بعد ما كنت مفروض ميتة. وكنت عريانة وعارية، لكن لسه ما كنتيش اتسترتي. فمررت بيكي مرة تانية، مر بيها ورأيتك، ويدخل معها في عهد زواج. وده المرة اللي حصلت لما داود فعلا خد المدينة دي وعملها عاصمة أورشليم. يعني الله حافظ عليها في السنين اللي فاتت انها تكبر، لكن جه يوم واخدها وبقت هي زوجته. فيقولها كده فمررت بيكي ورأيتك. هنا تشبيه جميل، كل دي تشبيهات بلاغية، كأنه واحد راجل شاف امرأة جميلة وفي زمن أو في وقت الحب حبها، فبسطت زيلي عليك، سترتك، دخلت معك وسترت عورتك. كأنه رجل كده بعباية وراح غطى الست العريانة دي. وحلفت لك ودخلت معك في عهد، ده عهد زواج يقول السيد الرب، فصرت لي خلاص جوزتك، وانت كنت أصلا مدوسة وعريانة وحالتك صعبة. فعمل فيها ايه؟ حممتك بماء، غسلت عنك دمائك، مسحتك بالزيت. كل دي افعال فيها تقديس وفيها تنقيه وفيها تجميل. اوكي، والبستك، لبستك بقى مطرزه، لها ثياب غاليه جدا. نعلتك بالتخس، التخس اللي هو الحيوان اللي شفنا منه في خيمه الاجتماع، الغطاء الخارجي. ما بين انه في رايين في كلمه التخس دي، ودي كلمه عبري تثبت زي ما هي، على فكره ما فيش بالعربي كلمه زيها بتثبت بنفس الاسم العبري، بتعني في بعض الترجمات بتقول عليها ان هي زي الفرير او الفرو بتاع الحيوانات اللي هي زي التعارب والحاجات دي. في بعض الناس بتقول ان هي جلود من جلود الحيوانات، الدولفين او عجل البحر، اللي جلود سميكه جدا بتفصل ما بين رمل الصحراء وما بين قدم الانسان. أزرتك بالكتان وكسوتك بس. كل دي عارفة جبت واحدة كده ورحت مجملها ومشيكها ولبستها أغلى حاجة، ولبستها حلي وشورة في إيديك وطوق في رقبتك، آخر جمال.
وحطيت لك تاج على رأسك، يعني خليتك أحسن واحدة. طبعا الكلام ده حصل إمتى؟ تاريخيا حصل في وقت داود، لما داود حول أورشليم تبقى العاصمة وخلاها فعلا من أجمل وأحلى البلاد المدن، وبقت لها اسم كبير جدا. فصلحتي لمملكة، جملتك وحلتك بكل الحلية عشان تبقي ملكة جميلة، وخرج لك اسم في الأمم لجمالك. لو تفتكروا أنه ملكة سبأ جات تزور أورشليم عشان تقابل سليمان، وشافت المجد بتاعه وقالت له يعني اللي سمعته ما كنتش مصدقاه، بس لما جيت لقيت أنه قالوا لي نص، يعني قالوا لي ده أقل من نص، وزن النصف لم أخبر عنه. وخرج لك اسم في الأمم لجمالك لأنه كان كاملا ببهائي بهاء الرب عليها الذي جعلته عليك يقول سيد الرب. بس يا أورشليم عملتي إيه بقى؟ اتكلتي على جمالك وزنيتي على اسمك، سبتيني بقى واتكلتي على جمالك وبديتي تخونيني. هنا كلمة الزينة طبعا بتتكرر كتير قوي في حسخيال، بيقصد بيها الابتعاد عن الرب والارتباط بآلهة غيره. سكبت زينك على كل عامل فكان له، أخذت من ثيابك اللي أنا اديتها لك دي، وصنعت لنفسك مرتفعات موشاة وزنيت عليها، أمر لم يأتي ولم يكن. أخذت أمتعة زينتك من ذهبي ومن فضتي اللي أنا اديتها لك، وعملت لنفسك صور أو تماثيل للذكور وزنيت بها. أخذت ثيابك المطرزة وغطيتها بها، غطيت التماثيل دي بها، حطيت قدامها زيتي وبخوري. كل اللي أنا اديته لك أخذتيه وديتيه للآلهة الوثنية دي. خبز اللي اديته لك، أكل اللي اديته لك، الزيت والعسل والسميد، وحطيتيها قدامها. مش بس كده، أخذتي بنية وبناتي، بنيك وبناتك اللي أنت ولدتهم لي، يعني الشعب بتاعي، وذبحتيهم لهؤلاء الأوثان اللي انت رحت زنيتي وراه. هو قليل عليك، هو قليل من زناك، يعني يعني شايفه قد انت بشعه، شايفه انت عملتي ايه، تذبحي ولادي وتحطيهم في النار عشان الالهه ديت. في كل نجاساتك وزناك لم تذكري ايام سباقي، اذ كنت عريانه وعاريه وكنت مدوسه بدمك، وكان بعد كل شرك. ويل ويل لك يقول سيد الرب. طبعا احنا عدينا شويه، بس النص اللي بيلفت نظرك فيه هو طبعا الالفاظ العنيفه قوي والكلمات القويه قوي، وش يعني فيها شويه نوع من الشتيمه، لانه اللي عايز يقوله هنا حسخيال واللي احساس اللي عايز يقوله لنا قد ايه الرب بيتاذي من الزانيه دي، المراه اللي صنع معها كل الاحسان ده، اللي جابها من ولا حاجه وعمل لها كل ده، في نهاية بتسي وبتخون. هو الفكرة هنا دايما في العهد القديم بيشبه إسرائيل بالمرأة الزوجة اللي بتخون جوزها، والألم العنيف اللي موجود في قلب الزوج ده من الخيانة اللي عملتها. وياريتها مثلا هي من أصلها كانت كويسة، طب بيقول لها أنت أصلك إيه، أنا اللي عملتك، أنا اللي جبتك، أنت كنت يفوت ميتة، أنت من أصول نجسة، أنت مش حاجة كويسة في أصلك، أنا جبتك. زي بالظبط في هوشع لما بيقول له روح احبب وتزوج امرأة زانية صاحبة صاحب، وبيحكي لك الحكاية وبيقول له اعمل معها كذا، ولما تروح تاني روح اشتريها وهاتها تاني، وبيقول له عشان محبة الرب لشعبه وهم مبتعدين عني. فأنا فهمت النص، فهمت انه هنا في نوع من العتاب الشديد او نوع من الغضب الشديد اللي الله غضبان فيه على أورشليم. خطورة النص ده هو انه الناس بتقف عند الجزء ده وتحكي بقى اللي هي 16-80. خطورة النص انه الناس بتاخد الآية دي وتطلع بيها بر وتعمل بيها رسالة خلاصية وتبشيرية، انه الرب بيعدي بيك والوقت ده هو وقت الحب، ده زمن افتقاد، رب بيحبك ورب بيحبك وتعالى كلامك في منتهى الروعة، كلامك صح جدا، بس بتستخدم النص بطريقة غلط
للأسف اللي بيقرأ بعد كده حزقيال مش بيفهم، لأنه النص ده عمل له وقفة في حياته أنه ممكن تكون النص ده هو اللي جابني للمسيح. لكن لما باجي أقرأ الإصحاح كله بتخط. ليه؟ لأنه في حاجة حصلة جوايا، مشاعر غريبة، أنه النص ده كان بالنسبة لي نقلة، وانت النهاردة خدتهولي حكاية تانية. انت شو انا شفت النص ده بطريقة تانية خالص النهاردة، فمزعلني انه الكلام الجميل اللي سمعته في الوعظة مش عارف اركبه مع النص بقى الحقيقي. فبقى في شوية لخبطة جوه مش عارف. اي ميري كتوري حاجة. في الادب العبري في حاجة اسمها التوازي، اللي هو بيقول الكلمة او بيقول الفكرة مرتين، ممكن يعيدها بنفس الطريقة بس بكلمات اخرى عريانه وعاريه. اوكي كررها حتى يعني برضه ثاني لنفس الكلمه دي متكرره. هيكررها كتير. ده نوع من الجمال في الادب او البلاغه في الادب العبري. يعني كل لغه ليها طريقه في البلاغه بتاعتها. فهتلاقيه عنده حاجه اسمها باراليليزم. الباراليليزم ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن يقول الجمله ويقول زيها بالظبط نفس معناها بكلمات تانية، كنوع من التأكيد. ممكن يقول الجملة ويقول عكسها بالنفي. يعني مثلا مش عارف لو ألاقي هنا حاجة. لما هندرسها مع بعض هوريكم أمثلة كتير قوي من الكلام ده كله. زي مثلا ويلون ويلون، هنا بيكرر نفس الكلمة مرتين. فكرة التكرار عنده نوع من الجمال اللي فيه توكيد وفيه إصرار على أن يفهمك أنه الأمر ده فعليا موجود. فالتكرار بالنسبة له كيهودي في الأدب بتاعه نوع من التوكيد، ونوع من أنه يشرح بيه الفكرة بتاعته بطريقة. زي مثلا هنا تعال نشوف مثلا في رأس كل طريق بناتي مرتفعاتك. أوكي بنيت لنفس الكوب وصنعت نفسك مرتفع في كل الشارع، بيكررها كذا مرة. أوكي. لما هيتكلم على نجاستها وزناها هيبتدي يقول جمل كتيرة، وتحس انه انت بتكرر نفسك. لا، هو دي طريقة الأدب العبري، وهو بيعبر سواء انه عايز يأكد او عايز يعبر اكتر عن مشاعره من خلال الباراليليزم ده. وفي جمل بقى من دي في العبري بتلاقي فيه صوت بيتكرر، مثلا استخدم حرف السين فيكرروا، تلاقيه بيتكرر بيديك زي موسيقى داخليه، لان هم ما عندهمش في الشعر بتاعهم قافيه زي في العربي او في الانجليزي، ما عندوش قافيه ووزن. عنده الباراليليزم ده هو اكتر حاجه، ويستخدم الصوت، فتلاقي فيه مثلا السين بتتكرر او حرفين جنب بعض يتكرروا، شم شم شم، تلاقي كده مثلا حاجه زي كده. هناخد كذا حاله من دي ونشوفها مع بعض لما ندرس الطرق. ميرسي يا باسل. طيب شكرا ليكم.